طيب ما هي ابرز التحديات؟ يعني انت كنت رئيس جامعه دكتور وربما جلست عشرات المرات في مثل هذه اللقاءات وشاركت في النقاش من موقعك كوزير وكرئيس جامعه. يعني اليوم ما هي التحديات الاعلى اولويه يجب البدء بها؟ شوف اخي مهند، يعني حقيقه اول شيء اي اصلاح بالنسبه للتعليم العالي لا يمكن ان يتم بمعزل عن الاصلاح بالنسبه للتعليم بمجمله. طيب. يعني هذه نقطه ونقطة اساسيه لانه كثير من المت... قضايا التعليم العالي تعتمد على المدخلات التي تاتي من المرحله حتى وكما قلت اكثر من مره انه حتى البدايه تبدا من التعليم ما قبل المدرسة. صحيح. طبيعي هذا امر طويل ربما أمر, امر طويل لكن مرحله ب... التعليم الجامعي كيف ما هي ابرز تحديات هل هي التمويل هل هي الخطط هل هي الحريات الاكاديميه ما شوف. هي ابرز تحدياتكم اهم تحدي نواجهه الان الاكتظاظ الطلابي الاعداد الهائله من الطلبه الذين يدقون على ابواب الجامعات يعني نحن عندنا الان حوالي وثلاثين ألف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية المشكلة وين؟ المشكلة أنه مع الزيادة السنوية في حدود 7% في عدد الطلبة نتوقع خلال عشر سنوات أن يصل العدد إلى وخمسين ألف يعني نحن لا يجب قادر الجامعات على استيعاب هذا هذه النقطه طيب. هذه بدنا نريد ان نبحث عن خيارات ما هي الخيارات ما هي الحلول طيب هل وصل في هناك يعني مبدئيا يعني تفكير بحلول معينه يعني تقليل يعني عدد ما هي ما هي يعني آه انا لا يعني نحن اللي لما حينما اجتمعنا قبل يومين يعني شخصنا وضعنا المشكله وطرحنا وفتحنا المجال لاقتراحات لرؤى لحلول جاءت من زملائنا رؤساء الجامعات اعضاء مجالس رؤساء مجالس الامناء واعضاء مجلس التعليم العالي ف هل هو الخيار زياده الطاقه الاستيعابيه هل خيار انه البحث عن كل كليات جامعية متخصصة؟ أه هل هو التعليم التقني والكليات التقنية؟ يعني هنالك كان أكثر من طرح لكن يجب أن نستعد لهذا الموضوع طيب.